ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، ففتح به أعيناً عمياء وآذاناً صماء وقلوباً غلفة، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليماً كثيراً. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أهلاً ومرحباً في هذه الحلقة حول الأسرة. وقضية الأسرة حقيقة من القضايا التي تحتاج لممارسة، بل تحتاج لتفصيل يطول. فرب العباد خص الأسرة بما لم يخص به غيرها. أهل الأرض جعلوا الإنسان هو وحدة الأمة، ولذا أفردوا للفرد ما يحقق له هواه، وضيعوا الأسر. شريعة ربنا قامت على هذه المحاضن الربانية، والأسرة أعظم وأخطر المحاضن. فالحياة الأسرية حياة قامت على المشاركة وعلى التعاون وعلى التعاطف وعلى التعاطف، ورب العباد هيئ الإنسان لها. فرب العباد خلقنا أصناف، زوج وزوجة، ذكر وأنثى، وجعل بيننا هذا التزاوج الرباني العجيب، بل عد الله هذا من آياته، فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ولما قل من آياته ليست آية بل آيات، فهي آيات من آياته أن خلق لكم، وكأن الله عز وجل ما خلق المرأة إلا للرجل، وما خلق الرجل إلا للمرأة. ورحم الله أمام البهلية حين وصت ابنتها ليلة عروسها، فقالت: أي بني، لو تركت الوصية لفضل أدم لتركت ذلك أنت، ولكنها تذكرة للذاكر ومنة العاقل. ثم قالت: أي بني، إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، إن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، فخلق الله المرأة لتكون زوجة وأم، وخلق الله الرجل ليكون زوجا وأب، ولتقوم بينهم حياة أعظم حياة، وليكون بينهم أعظم التعاون، وليكون بينهم أعظم السكن. إذا قال: ومن آياته أن خلق لكم، أن خلق لكم من أنفسكم، وقوله من أنفسكم ليبين لنا عظمة الخالق، كيف أن الذكر والأنثى خرجوا من رحم واحد، بل ومن نطفة واحد، نطفة الأب ونطفة نفس الأم. ويهب الله من يشاء ما يشاء، كما قال تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فشاء الله أن نكون على هذا النحو، وعد هذا من آياته، فقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. عد هذه من أعظم آياته في حقنا، والقضية ليست خاصة بالإنسان وحده، بل هذا التزاوج سنة جرت في كل ما خلق الخالق. قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون، وقال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فكل الخلائق احتاج بعضهم لبعض، احتاج الذكر للأنثى، واحتاجت الأنثى للذكر، ولم يبقى أحد مستغن عن كل أحد إلا الواحد الأحد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليه سبحانه وتعالى. ندرك هذا المعنى الخطير. إذا خلقنا على هذا النحو لتكون بيننا هذه الحياة، ما خلقت الأنثى لتعيش وحدها،
ولا خلق الرجل يعيش وحده. وما يفعله يعني ماذا أقول، من انتقصت عقولهم في الغرب وفي غيرها، الرجل يريد أن يستغل حياته عمره، والمرأة تود أن تستغل. الكلام ده قد يستطيعه في فترة من فترات حياته في ريعان شبابه، فترة قوته، يستغني بأن يقضي وقته مع أي امرأة ولا تحمل مسؤولية شيء. فإذا ما كبرت سنه ووهنت عظامه ولا محالة سيحدث. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. فحال ضعف الطفل هو في أمس الحاجة الأبوي، وحال ضعف الأب في أمس الحاجة للزوجة والأولاد. ونحن قامت حياتنا على قوة بين ضعفين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. فعلم الله سابق وقدرة الله قائمة في هذا الخلق، فأعطانا هذه المراحل وكلنا بها نمر. وده اللي بيحدث الآن، أي شاب يقضي وطره ويستمتع في حياته، أو فتاة تستمتع في حياتها حال شبابها حال فتوتها، إذا كبرت سنها أين تذهب؟ إلى الملاجئ، إلى دور العجزة، إلى الاكتئاب والعذاب النفسي والوحشة القاتلة. هذه كارثة. الإنسان جبل على هذا الأمر الفطري، ليس له فيه خيار، بل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فطر الله الإنسان زوجان، فلو فني الإنسان ولم يبقى إلا عرق من رجل وعرق من امرأة لحن كله من الآخر. الحنان العاطفة قائمة حتى في عروقنا، تجري في دمائنا، هذا أمر فطري لا انفكاك الإنسان عنه. القضية مش قضية جنس فقط، الجنس حق من حقوق، لكن التزاوج أكبر من الجنس. الجنس للحفاظ على الناس، لكن أشد من هذا السكنة والأنس وذهاب الهموم والأحزان لمن يبث أحزانه ولمن تبث أحزانها. رب العباد يبين لنا كل هذه الحقائق حين يقول: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى، أفرغ كل ما في جعبته للمرأة لزوجته، وأفرغت له كل ما في جعبتها. والكلام ده لا يتحقق مع امرأة تخاف أن مع من ينام معها ساعة ثم انصرف أن تفضي له فتطلعه على سوآتها فيذلها بها أو يبتزها بها، أبدا. أفضى، أفرغ، وهو كاتم سرها وهي كاتمة سره. أفضى، أفرغ كل ما في وسعه. لذا سمى الله هذا العقد بين الرجل والمرأة، سماه بالميثاق الغليظ. قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق غليظ جاء بين الزوجين وجاء في ميثاق الله مع الأنبياء. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين وفي النهاية قال ميثاقا غليظا، فوصف ميثاق الأنبياء الذي أخذه: أخذنا من نبينا ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فسمى ميثاق الأنبياء ميثاقا غليظا، وبنفس الوصف وصف ميثاق الزوجية: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أغلظ المواثيق في هذين الأمرين ما أخذه الله على الأنبياء من بلاغ الحق وحمل الخلق، وما أخذه على الزوج والزوجة في حفظ ما بينهما من أسرار، وحفظ ما بينهما حياة من تعاون من تآلف. ولذا عد هذا من آياته الإفضاء والنتائج هذه. وسبحان من حول إنسان امرأة أجنبية مع رجل مجرد ما يتم العقد ويخلو بها زوجها، تتحول كل عواطفها وطاقاتها وإمكانياتها لهذا الرجل الذي ما سبق لها معرفته، ما سبق لها معرفته ولا التقت بهم قبل، فيتحول بالنسبة لها بديل لأحرص الخلق عليه، بديل لأمها، بديل لأبيها، بديل لإخوتها، بديل لأهلها وعائلتها وعائلتها كلها، بديل يقوم مقام كل هذا. وكذلك الرجل
كذلك الرجل تتحول حياته كلها، فكل ما كتم في حياتي وكل ما عانى من في حياتي يفرغ كل هذا لامرأته، فتعرف عنه ما كان يكتم وتتعلم منه ويبين لها ما كان. لأني مع تتابع الأحداث يوما ما سيأتي حادث، ستأتي مسألة، فيفصح لها بما كان يكتم ويبين لها ما كان يعني من تاريخ السابق. كل هذه المعاني واردة، لذا سمى الله ذلك الإفضاء، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثمرت هذه الفطرة الربانية وهذا الخلق الرباني نتائج كبيرة جدا جدا. أولها ما بدأت بالآية، فقال تعالى من آية خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هي من نفسك، جزء منك وأنت جزء منها، وأنت يعني حاول لها قائم عليها. فالمرأة خلقت حواء منذ الآن، هي جزء منه أيا كان وضعها، أقول أيا كان وضعها. فالضلع رب العباد خلقه بهيئة بعينها كما نصت، كما هو الواقع، ضلوع الإنسان تبدأ شبه مستوي في أعلى ثم تنحرف وتنحرف أشد انحراف يعني أسفلها. المرأة خلقت من أشد الضلوع وجاجة، إنهن خلقن من ضلع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أعوج ما في الضلع على إذا ذابت تقيم وكسرت، وإذا تركته لم يزل أعوج، فاستمتع بهن على عوج. يأتي هذا النص ليبين للرجل ما جبل الله عليه المرأة، وكيف استقيم أمرها ويستقيم أمره معها، كيف يستقيم الاثنين معا. هذه الاستقامة تحتاج منا لأن نفهم هذه الحقيقة، ليس هذا نقص في المرأة بل كمال فيها، كمالها. أيوة كده فتح. السلام عليكم. صوت مغلق من عند حضرتك مرة واحدة. انت حضرتك خرجت تقريبا من الميتينج. لا هو فصل مرة واحدة مش عارف. خير ان شاء الله. فاستقامة الانسان وحياته باستقامة بوجد جضع. تخيل بالله عليك لو ان ضلع الانسان هذا استقام، تستقيم له حركة، يستقيم له نوم، يستقيم له شيء؟ لا استقامة لجسمه الا بهذه الهيئة الربانية التي خلقنا عليه، كما قال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلق. وكذلك خلق المرأة مع الرجل، خلقت بطبيعة تختلف عن طبيعة الرجل لتستقيم الحياة بهذه الطبيعة لا بغيرها، أقول بهذه الطبيعة لا بغيرها. فاستقامة حياة الرجل بعوجاج المرأة، يعني عوجاج الناس فهم الأوجاج يعني الانحراف، وهذا معنى خاطئ. لا خاطئ، اعوجاج المرأة في كونها أعطيت من الطبائع ومن العطايا ما يختلف عن الرجال. الرجل غلب عليه في قياس الأمور بعقله وفكره، المرأة أعطاها الله لكي تكون صاحبة مهمة مختلفة عن الرجل تماما، كما قال تعالى إن سعيكم شتى، غلب عندها العواطف وجعل العاطفة عند المرأة أضعاف أضعاف العاطفة عند الرجل. هذه العاطفة غلبت على فكر المرأة في كل تصرفاتها، لتتمكن المرأة من أن تؤدي مهامها التي بها تستقيم الأسرة كلها بما فيها الزوج بما فيها الرجل. فهذه العلاقة بين الرجل والمرأة خلاصتها جيل يخرج أولاد وأحفاد، كل هؤلاء لا تقوم حياتهم وخاصة في الصغر إلا بعاطفة المرأة لا بعقل الرجل. الطفل الوليد الرضيع لا يحتاج لعقل، إنما يحتاج لعاطفة، لذا حاجته للأم هي الحاجة التامة، لا يكاد يحتاج لأبيه في فترة الرضاعة الأولى وبداية طفولته قط قط. الحاجة كاملة للأم، الأم تملك هذه الحاجة،
الأب اللي يملك، المرأة تملك، الرجل اللي يملك. هذه العاطفة القوية هي التي تجعل الأم تترك فراشها في جوف الليل إن تقلب وليدها في أشد حالة نومها. العاطفة تقز تحركها على ابنها لتنظفه، يعني تفرغ ما في جعبته ولا يستطيع أن يعبر عنه إلا بالصراخ، يصرخ، محتاج لأن يفرغ ما في بطنه من أذى، محتاج لطعام، محتاج لشراب. الأم عاطفته التي غلبت على عقلها لا تجعلها تفكر في الحماية إلا بهذه العاطفة المتدفقة السيالة. ولولا هذا ما ربتنا أمهاتنا. ولذلك رب العباد ينص في القرآن على أن للمرأة مهمة عظيمة، بهما لا بدونهما تقوم الأسر. المهمة الأولى الأمومة، فقال تعالى: والله جعل لكم أنفسكم أزواجا وجعل لكم أزواجكم بنين وحفدة. أم وجد، أم وجد، هذه الأم وهذه الجدة أمتها قامت على هذه، على هذه الطبيعة التي خلقت عليه، التي سماها النبي ضلع وفهمها الجهلة بأنها عوجات بمعنى العوج والبعد عن الحق. لا، لو قلنا العوج فهل يتصور المخلوق أن الله تعالى يخلق خلق معيبا؟ هذا جنون. قال تعالى: والذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. أحسن خلق كل شيء، والإنسان جعله أفضل المخلوقات وقومه فوق كل المخلوقات. قال تعالى: وقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان بتشمل المرأة ورجل، مش الرجل واحد. يبقى خلقه الله في أحسن تقويم وفي أحسن خلق، في خلق كله مقوم وجعله أقوى من مقوم. ثم نأتي نظن هذا الظن في خلق الله المرأة ونجعل هذا العوج من باب الإعوجاج والبعد عن الحق، هذا مستحيل. كمال خلق المرأة في هذا العوج، لا يقصد بالعوج البعد عن الحق، إنما يقصد به الطبيعة التي جبلت عليها المرأة، غلبت عليها العواطف للفكر لتكون أما حاضنة مربية. ولذلك رب العباد جعل هذه المهمة مهمة صناعة الرجال، صناعة الأجيال، صناعة الأمم، المهمة الأولى للمرأة. ورحم الله شوقي حين قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نحن أمام أعظم مدرسة في الوجود، وأعظم حاضنة في الوجود، وأعظم حضانة في الوجود. ولذلك رب العباد أعطاها كل ما يعينها على أداء هذه المهمة من حقوق. فالسن الأولى للطفل الوليد الذي ولد من بطن أمه لا حول له لقوة ولا علم عنده، يبقى ولد جاهلا لا يعلم شيء، كما قال تعالى: والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلموا شيء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خلق بلا علم وخرج من بطن أمه بلا علم وخرج بلا قوة. من الذي يعوضه كل ذلك؟ الأم. الأم هي المدرسة الأولى، الحاضنة الأولى، هي البديل، هي أول من يعلم، هي أول معلم، هي أعظم معلم، هي التي تعلم كيف أنطق الحروف في بدايتها. كم صبرها، كم جلدها في تعريف الحروف الأولى من لا شيء، تجعل منه شيء، تجعل منه إنسان ناطق متكلم يناقش ويجادل. من الذي حول؟ الأم. قد تمكث لكي تعلمه حرف الباء باء باء شهرين ثلاثة، يا سلام فرحتها كم تكون حين ينطق باء باء أو ما ما، فرحة كبيرة جدا عارمة. ثم تأخذه تحرك شفتيه وتحرك لسانه وتحرك جوارحه كلها حتى يتعلم لغتها وينطق بلكنتها التي ألفتها واعتادتها. هذا المعنى الخطير، خطير جدا، لا تقوم الأسرة بغير. يبقى عناصر الأسرة تكاملت. الطفل اللي لم يجد أم ترعاه وتربيه في البداية وتعلمه، من يعلمه؟ من يعلمه؟
البدايات منها، والبدايات هي التي تبنى عليها كل نهايات. فتعلم واحدة ثانيا تحميه. الطفل في هذه المرحلة قد يسقط من على سريره، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، من يحميه؟ الأم. العاطفة الخوية تدفعها لو في يدها أغلى شيء تلقيه في سبيل حماية بنيها أو ولدها. إن صرخ تجري بكل ما أوتيت من قوة لتدفع عنه صنوف الأذى. هذه المعاني التي أعطيت للأم لا تملكها أم مستعارة، وليست السكلة كالنائعة، ليست الأم التي ولدت وحملت وأرضعت وربت في البداية كأم مستعارة يؤتى بها للولد كما يفعل الغرب الآن حين يخطف أولاد المسلمين ويعطوا الأمهات مستعارات. الأم المستعارة أين عاطفتها نحن الوليد؟ كم تساوي عاطفة الأم؟ صفر على الشمال. العاطفة عاطفة الأم لا تبلغها عاطفة، وعطاء الأم لا يعدله عطاء. رحم الله أحمد شوقي لما يعني انقصر في الوصف، لما أراد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلئن رحمت فأنت أم أو أبو، لأنه لا أعرف أرحم من الأم والأب في الدنيا لكن لم يبلغ يعني الوصف. أنا قلت قصر فيه لأن النبي أرحم من الأم والأب، أرحم من الأم والأب هو رحمة الله المهداة، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمته فقط كل رحمات الأم والأب. ويصعب أن نحن نشبه الأعلى بالأدنى، لكن نشبه الأدنى بالأعلى ماشي. لكن هذه عبارة الرجل التي قالها: فلئن رحمت فأنت أم أو هذان في الدنيا هما الرحماء. فبين أن الرحمة عند الأم رحمة الأب لا حد لها، وخص الأم. هذه العاطفة وهذه القوة وهذا الذي سماه النبي ضلع، يعني سلوك معين جبلت عليه المرأة، فطرت عليه المرأة، لا اختيار لها فيه وكمالها فيه. فلولا هذا الضلع ما استقامت حياة الأبناء، ولا كانت الأم أما. ولذلك رب العباد حتى في شرعه اختلف الزوج مع الزوجة وبينهم أطفال، لمن يعطوا؟ في السن الأولى كل الفقهاء مجمعين لا يعطى الولد إلا الأم، لا يعطى الأب أبدا. أمه استغنت، لا قدر الله ماتت، تزوجت، طلقت وتزوجت، لزوجها الجدع الحق، أين نسب الأولاد؟ لأم جديدة إن لم تكن أمه فأقرب الناس إليه عاطفة من النساء أم جدته بنينة وحفت. فإن لم تكن أم الأم فأم الأب من حيث كونها أم امرأة، لأنها أقدر عطاء في هذا الباب من مليون رجل. فإن لم تكن أمه فأم أبوه، فإن لم تكن أم أبوه فخالته، فإن لم تكن خالته فعمته، فإن لم تكن عمته فأقرب قريبة امرأة. ولا يعطى الولد لأبيه، أبوه، لأنه غير مؤهل للتربية في هذه السن، ما خلقه الله ليكون حاضن لطفل، خلقه ليكون راعي حامي كاسب منفق. إذن هذا موضع الضلع. ما لم نفهم هذه المعاني لا نفهم حقيقة رعاية الإسلام للأسرة وكيف سمى بها. راعى الله في كل مخلوق فطرته التي جبل عليه، ولا يعلم فطر العباد إلا رب العباد هو الذي فطره. لذا يقول: إن سعيكم لشتى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. لكل طبيعة وفطرة وقوة مختلفة، جاء التكليف على وفقها، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكلف المرأة ما تسع، وكلف الرجال ما سع، فجعل التكليف للمرأة الأول أن تكون أما وجد. وجاء الله الذي جعل لكم أنفسكم أزواجا وجعل لكم أزواجكم بنين وحفدة، هذا التكليف الأول.
يبقى إذن الغاية المرجوة من خلف التزاوج ومن خلف إنشاء الأسرة تحويل البيت لحضانة لإخراج أجيال من رجال ونساء. الدور الرئيس في الحضانة للأم، الأب يتولى الأمور الخارجية، الإنفاق على البيت من ألف إلى ياء، تهيئة السكن، تهيئة الحماية الكاملة، الرعاية التامة، العيلولة باختصار شديد هو العائل، هو القائد المسؤول عن السفينة بمن فيها، لكن من يدير السفينة من الداخل؟ رئيس مجلس إدارة السفينة الأم. فهل يعيبها أن تكون رئيس مجلس إدارة السفينة وإن الربان هو الزوج الرجل؟ للأسف الشديد الإعلام خدع النساء والرجال، وهمنا أن المرأة حقها أن تقود السفينة وتشارك الرجل. تواجه العواصف، عاطفتها وقواها وعضلاتها لا تؤهلها لهذا، إنما تؤهلها لإدارة السفينة بكل ما فيها ومن فيها، الأسرة من داخل. يا رئيس مجلس إدارة السفينة، أما هو المسؤول عن مواجهة العواصف والرعد والأمواج المتلاطمة والفتن الخارجية كلها، ويعطي الأمان الكامل لداخل السفينة. هذا معنى خطير جدا جدا. الأسرة والحياة لا تبنى بفرد وحده، لكن بالتعاون بين الرجال والنساء، بين الزوجة والزوجة، للعبور بسفينة الأسرة إلى أسمى الأماكن، إلى أعظم المحاضن، إلى إخراج أسمى الأجيال وأقوى الأجيال. هذا المعنى الخطير غاب عن كثير. واحد يقول له طب الرجل حقه إيه؟ هيشتغل أمره على الأمواج. هيئ الله المرأة لعلاج ما يحتاج إليه الرجل، كما نصت الآية التي بها بدأنا، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لي تسكنوا إليه. الله. وجعلت هذه المهمة الثانية المرأة التي بها يستقيم الرجل معها وتستقيم معه، جبلت على هذا. حنانها وعواطفها هو ده اللي يذهب عنه معاناة مواجهة الأمواج المتلاطمة والصخور والجبال والمحن والإحن. عاطفة دفاقة تجعل الرجل ويعاني وقت المعاناة ليقوم بدور الحماية والتربية والنفقة، فإذا ما فرغ من الجهد وجد السكن التي تنسيه معاناته، تنسيه ما أعياه، ما أتعبه من أجل هذه الأسرة. السكنة، السكنة بإيه؟ مش في البيت، في أجمل فيلا ولا قصر. كم من الناس سكنوا في أفخم القصور وبينهم في الصدور نار وعذاب وبغضاء وشحناء. السكنة ليست في هذا، إنما السكنة في الصدور. الرجل إذا فرغ من جهده يجد السكن فيه بمجرد التوجه لزوجته. لذا نصت الآية في قوله تعالى من آية أن خلق لكم أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليها، لم يقل لها، لم يقل لتسكنوا لها، إنما قال لتسكنوا إليها، وشتن بين إلى ولا في اللغة. فإذا تسمى الغائية يتم معناها مع بدء ما بعدها. فنقول، يقول الإنسان جئت من البيت إلى المسجد، متى يتم المعنى؟ عند باب المسجد. جئت من البيت إلى المسجد، وصلت المسجد خلاص عند باب. لكن لو أراد الدخول لا يقول إلى المسجد، إنما يقول جئت من البيت للمسجد. يبقى إلى تعني الوصول، واللام تعني الاستقرار والدخول. لو قال تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لها،
لما وجد الرجل سكنة عند المرأة إلا في الفراش عند الجماع، لكن الله قال إليها لتسكنوا إليها. يعني مجرد الإنسان اللي يعني أصابه الإيعاع الشديد من عمله وجهده وكسبه يبدأ ينتهي وقت عمله، يا سلام، ورن جرس الخروج، يا سلام، تبدأ نفسه تسكن وقلبه يسكن والصدر يسكن وعاطفه تسكن، إيه هروح لمراتي، فأبدأ يشعر بالأنس بمجرد التوجه إليه، يشعر بالسكنة والراحة النفسية والصدرية والقلبية والعاطفية بمجرد فراغه من جهده وتوجهه لأهله. يا الله، قد يكون في سفر، مجرد ما يجمع حقائبة وتحين ساعة يوم السفر، يا سلام، بمجرد أن يبدأ يتوجه إلى المطار تبدأ السكنة، خلاص ربط حقائبة، تهيأ لسكناه، عائل إلى بيته، إلى سكن. رب العباد راعى كل هذا وأعطى المرأة من العواطف والقوة ما تسلب به من الرجل قيادته. ما الذي يأخذ الإنسان؟ قلبه، كما نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالذي يثير طاقات الإنسان الظاهرة والباطنة القلب. المرأة بعاطفتها بوسعها أن تسلب من الرجل هذه القيادة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن. إيه لبه؟ سويداء قلب، مركز القلب الرئيسي، المركز الرئيسي. المرأة تأخذ من رائد فؤادها، لب قلبه، بعواطفها، بحنانها، بعطائها. طبعا كل ده جعله الله آية من آياته. تلاقي الرجل شديد مع الناس يعني وعصبي جدا، ويجي أمام مرأة يبقى زي الوديع كالحمل أمام زوجتي. ما الذي حوله؟ ما الذي حوله؟ وأم مشاهد، كم من إنسان حاد جدا جدا في عمله مع مرؤوسيه مع رؤسائه مع غيرهم، مجرد ما تراه مع امرأته لا يتحول لإنسان ثاني خالص تماما تماما، حمل وديع أمام عواطف المرأة وأمام عطاء المرأة. بهذا تستقيم الأسرة. طيب المرأة نفسها صاحبة العواطف وصاحبة الأمومة مش محتاجة تراعى في هذه العواطف؟ يا سلام. لذا قالوا: من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وبعدين قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. إيه المودة والرحمة دي؟ قيل المودة الحب، لكن الحقيقة معنى يعني جميل جدا صحيح، لكن المودة أعلى من الرحمة شوي. ولذا من أسماء الله الودود. هل الودود محب؟ لا، المعنى أكبر من هذا. قال أهل العلم: الود مداومة الصفح عن أي خطأ. باختصار شديد بلغة عوام، الود حب راقي جدا يجعل المحب يغفر لمحبوبه كل ذل. القدر الزائد مهم جدا. فهم، يبقى الود جمع كل معاني المحب وكل معاني العفو والصفح معا. الودود الذي يصل كل منقطع ويعفو كل عن كل مأساة لي، ده معنى الودود. المودة أن الرجل ده حياة وعشرة، ليس يوم ولا ساعة. فيقينا نقاط ضعف المرأة ستظهر على شكل أخطاء في حق الرجل،
وكذلك المرأة الرجل مع المرأة، الأخطاء برضه من طرفين. المودة أن يتحول الطرفين لأكبر متسامحين في التاريخ، يعفو عن كل زلاتها وتعفو عن كل زلاته، يا الله، ويعفو عفو محب متعلق بالمحبوب. ولذلك يعني عندنا مثل في صعيد مصر يقول لك حبيبك يبلع لك الزلط، يعني يبلع لك كل خطأ، وعدوك يتمنى لك الخطأ والزلل. المرأة لا تتحول لعدو إلا ودمر البيت، وكذلك الرجل لو عاد امرأته وبدأ يتبع زلاتها انتهى البيت. الحياة قامت على هذه المواد، استمرارية الحياة قامت على المواد، بدون مواد لا استمرار. فالخطأ وارد من الطرفين، من المرأة من الرجل. والحضانة مكتوب لها الاستمرار، رب العباد ما جعل الحياة الزوجية حياة مؤقتة ولا زواج متعة، بل كتب له التأبيد، يا زوجه وزوجها. هذا معنى خطير جدا، وعشان يستمر هذا الأمر ويؤبد لابد له من دواعي لاستمرارية هذا التأبيد واستمرارية هذه الحياة. هذه أخطر الدواعي، المودة، وجعل بينكم مودة، مودة، محبة عالية جدا جدا جدا، سامية جدا جدا جدا، تغفر معها كل الذلات أولا بأول. لكن المرأة اللي تحرم هذه المحبة وتسجل لزوجها أخطاءها، أو الرجل اللي يحرم هذه المودة ويسجل لمرأة أخطاءها، كلاهما من أسوأ الخلق، بل سلوكه من أسوأ السلوك الذي يستعاذ بالله منه. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من خليل ماكر، سماه خليل سماه ماكر، تعوذوا بالله من خليل ماكر، عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، بيلاحظ كل حركة، عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها لما التفت إليها، وإن رأى سيئة أذاعها، نشرها. عايز يمسي غلط، هذا ليس بمحب، هذا عدو. الحياة الأسرية بنيت على المحبة لا على العداوة، بنيت على الحف والصفح لا على انتظار الزلل والخطأ ولا المعاقبة. ده الأصل، وده التحصين الرباني الذي حصن الله به الأسرة في الإسلام، ولا مجال له عند من لا دين له، لأن هذا شرع الله الذي يعلم منا ما لا نعلم أنفسنا، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وضع قواعد لهذا الإحصان. المواد من أخطر ما تستقيم به الأسر وتستمر، المواد، الحب المتبادل بين رجل المرأة، فحبه لا يقدم على حب كل أحد. ولذلك العباد يصف هذا المشهد حتى يوم القيامة، فأخر خلاص رجل ممن حوله، أخر المرأة عن أمه وأبيه عن إخوته، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، آخر ما يفر منه من صاحبتي وبني. سبحانك ربي، سبحانك ربي، ليه؟ لأن القلب متعلق، تعلق المحب الولهان بامرأته، عشرة عمره، عشرة حياتي، مربية أولادي، حاضنة أولادي، المدرسة الأولى التي أنشأ فيها يعني نتاج عمره أولاده، وصاحبته، سماها صاحبة، فبينه وبينها محبة ومودة ومصافحة وعفو وصحبة وصحبة، مش مجرد مخادن ينام معه ويقوم
يسرح في اي حته تانية. ولذلك ابن عباد سمى المصاحبه اللي لا استمرار فيها قال ولا متخذات اخدان، خدني نام معها في الفرج ويرميها في الشارع يلقيها في الطريق، هذه مخادنة وليست مخاللة ولا محبة. وإن ادعى أنه يحبها أثناء الكلام عشان يفتنها ليزني بها أفتك بها، هذه مصيبة، هذا كذاب أشر. اللي يخدعها بالحب ده ليس بمحب. الحب المؤقت المختل اللي ينتهي بعد ساعة أو ساعات ليس بحب. الحب ما كتب له الدوام وما كتب له الاستمرار. الحب الذي يجعل المحب يحتمل من محبوبه أي زلل أي خطأ ويصبر عليه ويعالج ويقوم ويأخذ بناصية الحق ليدوم هذا الحب وليستمر هذا الحب. فعلى الحب وعلى المودة وعلى التعاطف والتصافح والتسامح قامت البيوت، قامت الأسر، وجعل بينكم مودة. الله، ما أعظمك من إله كريم. من الذي جعلنا نحتمل كل هذا ونعطي كل هذا؟ آيات من آياتي، والله آيات تنصف الآية. وجعل بينكم مودة، فقط الله ورحمة ورحمة. يعني إيه رحمة؟ التراحم بيننا أمر فطري. والذي لا يرحم خلق الله وخاصة الضعيف منهم والمحتاج منهم والمبتلى منهم والمصاب منهم، الذي لا يرحم الخلق لا يستحق رحمة الخلق. إذا ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنس مالك قال أرسلت إليه ابنته أن ولدها يموت، فأرسلت النبي تطلبه ليحضره، يحضر احتضاره. وحديث في صحيح البخاري قال أبلغوها أن لله ما أعطى ولله ما أخذ وأن كل شيء عنده مقدار، فلتصبر وتحتسب. فأرسلت تقسم عليه أن يحضر، فجاء ومعه سعد بن أبي وقاص وجمع من الصحابة، فأخذ الطفل فوضعه في حجره وأخذت روحه تقعقع ساعة خروجه. وأنه يشهد حفيدة حال أن تفيض روحه وجسمه يقعقع، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم سالت دموع، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ لم تعود على حدة الرجال، حدة أهل مكة وشدتهم، ربوا في الجبال فلا يبكى على شيء. قال ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية الحديث لواحد آخر قال في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمة. الرحمة، الرحمة. المرأة عرضة لأن يقع لها أي شيء، تمرة تعية يصيبها ما يفسد حياتها الزوجية، وكذلك الرجل. الرحمة التي تجعل المرأة تصبر على مرض زوجها حتى يلقى الله، وتجعل الزوج يصبر على مرض امرأته حتى تلقى الله. أي مصاب، أي مشكلة تقع لها، أي مرض يصيبها يعالج ويعالج ويطبب ويطبب ويطبب، لا يمل ولا يكل. الرحمة التي بها تقوم العورات، الرحمة التي بها يراعى تغير الأحوال
الرحمة التي بها يستمر بين الزوجين عطاء، فإن لم يكن بالمودة بالتسامح فبالتراحم. بالتراحم، فأي خلل يصيب المرأة أو قدر يغير من حال المرأة أو من حال الرجل، كلا الطرفين مطالب أن يغدق من رحمته على الآخر، أن يعطي هذه الرحمات لتستمر الأسرة وتستمر المحاضن للأولاد، لا تنتهي ولا تدمر ولا تبات. شيء عجيب، وترتيب ربنا عجيب وتركيب عجيب. فأعطى الله الرجال هذه الإمكانيات، المودة والرحمة، وأعطى النساء كذلك لتستمر الحياة الزوجية وتستمر الحضانة وتستمر البيوت وتستمر الأولاد، حتى وإن بلغ الزوج والزوجة النشيب، تحولنا من مرحلة القوة للضعف والشيبة. من يرعى الرجل عند مشيبه؟ الرحمة المرأة. من يرعى المرأة عند مشيبها وانقطاع حيضها وضعفها؟ زوجها. العاطفة والأنس ألوان من الرحمة. المرأة في هذا السن لا تحتاج لشهوة، وكذلك الرجل، لكن يحتاج لأنس لتعاون على البر والتقوى، وتقبل من زوجها الكبير اللي في وسعه، وهو يقبل منها ما في وسعها. يا سلام، اللقمة البسيطة جدا منها تسعده، تشفي صدره. العطاء القليلة منه لها تسعدها وتشفي صدرها. ومع كبر السن ووهن الأبدان تضعف الحاجات، يغنيها القليل ويغني القليل. هذه المراحل كلها مبناها على الرحمة، مبناها على الرحمة. يبقى المواد والمحبة حال الشباب والقوة والانتفاع والعواطف الكبيرة جدا، السن الكبيرة دي حتى ولو كانت المرأة ما فيها نفس للحركة هي في حاجة لهذه الرحمة. وكذلك الرجل في أمس الحاجة لهذه الرحمة، لن يتحصل عليها من الممرضات في دور العجزة. الرحمة أن تكون لها مع زوجته، تعب بالليل أو تعبت بالليل، تعبت وفي الحمام حال تعري جسمها، من له الحق أن يدخل عليها ليرحمها أو ينقذها أو يأخذ بيدها؟ وكذلك الرجل، إلا المرأة، كل دصور من التراحم، لن تقوم إلا بحيث زوجي، لن تجرؤ بنته أن يعني أن تدخل عليها في حال فراش وخلع الثياب، ولن يجرؤ ولدها أن يفعل معها كذلك. لكن الزوج له الحق وهي لها الحق، أفضى بعضهم إلى بعض، خلاص ما عاد بينهم حواجز. يعني أكرم ما عند الإنسان الرجل المرأة بدل الآخر، وظهر أفضى، فرغ كل شيء، الظهر باطن فرغه. لا، فقامت الرحمة تامة كاملة على هذا النحو بين الزوج والزوجة، وقامت بهذا الأسرة في شبابهم وفي هرمهم. الله يرحم شيخنا الشيخ كيش، كان يحكي قصة طريفة أختم بها الدرس. يقول كان شاب يعني جلد، وأمه عاجزة لا تخو على سير، فوضعها في قف، وضعها فوق رأسه، وبينقلها من مكان لمكان. فلقي حكيم من أهل زمان، قال له ما من هذه؟ قال أمي. قال ماذا تفعل بها؟ قال أفعل بها ما في وسعي، حملته فوق رأسي. عمل إيه تاني؟ حملته فوق رأسي. قال له لا، ريح. قال له أكثر من هذا؟ قال له نعم. قال له كيف؟
قال له زوجها. فالولد زوج مين؟ قال وهل فيها من نفس؟ ما عندها طاقة للزواج ولا قدرة على الزواج. هي فوق رأسي، ضربته بيدها على رأسها، على رأسي. قالت يا ابني ريح أمك واسمع كلام عمك. أنا أحكي هذه القصة لأن هذه فطرة جبلت عليها المرأة، راحتها حتى آخر نفس في عمرها أن تكون في حضن زوجها، وإن لم يكن لهم حاجة للجنس تماما، لكن لها أمس الحاجة للأنس الذي لا تجده لا عند ولدها ولا عند بنتها، لكن تجده عند زوجها. هذه معاني خطيرة، وخطيرة جدا. والإنسان إذا كبرت سن وهنت عظام يشعر بالحاجة الماسة للزوج، الرجل كذلك والمرأة كذلك. إذن هذه معاني كبيرة جدا جدا جدا. غير المسلمين الذين عاشوا بلا أسر حرموا كل ذلك، فلا مودة في شبابهم ولا رحمة في مشيبهم، ولا حضانة ولا أسرة ولا بنوة وأسرة، لأن إذا وصل الأبوين لهذه المرحلة طاقتهم لا تكفيهم ولا تسعفهم في حاجة لطاقة أبنائهم الذين ربوهم في محاضنهم. وهنا يأتي أمر الله للأبناء بالإحسان للآباء، مش بالبر فقط، وإن كان البر كما جاء في الحديث البر حسن الخلق، هم أمرهم بحسن الخلق بأحسن خلاق مع أبويهم، لا بالإحسان. ورب العباد قدم الإحسان للأبوين على كل ألوان العباد، جعله بعد توحيد الله، قال تعالى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. يا الله، سيدنا لقمان لما وصى ابنه قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك الظلم العظيم. الوصية الثانية قال له يا بني إنها إن تكن مثقال حبة مخردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله. رب العباد لما ذكر وصية لقمان جاء بين هذين النصين، مع أن كليهما يتعلق بذات الله، الأولى توحيد الله عز وجل والثاني مراقبة الله، جعل بين الاثنتين وصيته بأبويه. سيدنا لقمان لم يوصي بالأبوين في هذا الموضع، اللي وصى بالأبوين رب العباد وجعل ذلك الجزء في وصية لقمان. قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا وفصله في عامين أن يشكر لي ولديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة مخردل فتكن في صخرة أو في السماء في الأرض يأتي بها الله. إذن جعل الله عز وجل الوصية بالأبوين للأبناء بعد توحيد الله مباشرة، ولا يقدم من عطاء الأولاد عطاء لله بعد توحيد الله إلا بر الأبوين الأحسن إليهم. يا الله، كيف جاء الإسلام ليضمن للأسرة سلامتها حال شباب الأبوين وعطائهما وقوتهما وحال مشيبهما ودنو آجالهما إلى آخر نفس في حياتي. هذه الحضانة التي بناها والمدرسة التي أسسها سيجد في آخر عمره ثمار هذه التربية وحسناتها. الذي لم يربي أجيال يظن أنه يجد عند ولده شيئا من ذلك إذا كبرت سنه ووهنت عظامه، شيء مؤلم مؤلم. اسألوا من حولكم ممن عاشوا فرادة أو ألقوا أبنائهم في الطرقات لم يربهم في محاضن أسرية، الأب مجرد ما البنت حاضت يرميها في الشارع بحث عن بوي فريند، والولد يقول بحث عن جير فريند، وعاشوا حياتهم. تحضرني قصة مؤلمة، كنا في ألمانيا من حوالي 4 سنوات تقريبا، وامرأة عجوز
تجاوزت 90 من عمرها وتحيا وحدها، والسكن الذي عاشت فيه دور فوق الأرض، تنزل حانية ظهرها لا تقوى على سير لتشتري حاجاتها في السوبر ماركت بنفسها وتحملها بنفسها، وهي لا تقوى على حمل، ثم تنظف بيتها وتجهز طعامها ولا تجد أحد يراها، إن قتلتها الألم بليلها لا تجد من يؤنسها أو يسعفها. قدر الله لزوجين صالحين مسلمين أن يسكن في الشقة التي تحتها، فأخذتهم العاطف والرحمة التي ربوا عليها في أسر المسلمة أن يرى هذه المرأة، فاتفق الزوج مع زوجته على أن يقوم برعايتها في هذه السن الكبير، هو يخدمها خارج البيت وأتيها بطلباتها، والزوجة تخدمها داخل البيت تجهز لها طعامها وغساءها وكساءها ونظافة بيتها وغسل ثيابها. والمرأة لا تصدق، ماذا الذي تفعلونه؟ من أعطاكم الأجر حتى تخدمونني؟ وكم دفعوا لكم؟ كلما دخل عليها سألته نفس السؤال، لا تتصور هذا، إن إنسان يعطي الكبير، يعطي المريض، يعطي العاجز، إلا وراءه جهة تموله، غير متصور هذا عنده. وكلاهما يخبرها هذا ديننا وهذه شرعة ربنا التي لا تعرفونها، حتى وصلت لمرحلة قالت أطلعنا هذه الشرعة، فجاؤها بالآيات والحديث الخاصة بالتراحم والتعاطف، من المثل من فتواده متعاطف ومترحم كمثل الجسد الواحد إلى آخر الآيات والحديث. المرأة أخيرا قنعت واقتنعت وأعلنت إسلامها ونطقت شهادتين، علمه الصلاة، فصلت العصر والمغرب والعشاء وفاضت إلى الله روحها، فاضت إلى الله روحها بعد 3 صلوات. كم كانت فرحة الزوجين بما تتأسله. اتصل بوليدها الوحيد يبشرها أن أمها ما تتأسله وأن الله أكرمها في آخر عمرها لتلقى الله من أهل طاعته بعد عمر طويل في الفساد، تلقاه مؤمنة مسلمة موحدة، فالإسلام يجوب ما قبله، تغفر جميع سيئاتها. يا الله، أي بشرى وأي عظمة. الولد الوحيد وحيد أمه إلا لما ربى في محاضن الإيمان، لكن ربى في أحضان العاهرات والدعرات، كان رده إيه؟ قالوا له عايزين نكرم أمك، وبدل ما أن تتكلف أن تكاليف الدفن والجنازة، تكاليف ضخمة جدا في ألمانيا، لأن يشتروا الأرض، يدفعوا ثمن تملك الأرض يدفن فيها الدس، مبالغ ضخمة جدا. قال إحنا لكي يعني برا بها سندفنها في مقابر المسلمين وتحمل كل نفقات الغسل والدفن والتكفين. الرد إيه؟ قال لهم أنت عايزين تخطف أمي؟ كم تدفع لي لكي أعطيكم أمي؟ أخذ يسومهم وهم حريصون كل الحرص ألا تدفن بين غير المسلمين فتتأذى بمن يعذب من حولها، فوافقوا أن يدفعوا وسوموا حتى رضي بأخذ 5,000 يورو. باع أمه ب5,000 يورو، شتان بين ربه في محاضن الإسلام ويقوم على خدمة أبيه وأمه لآخر نفس حياته، وبين ما ربي في محاضن الكفر لا هم له إلا مصلحته ولو على حساب آخرة أبوي. أأسف للبطالة وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى
أن يجعل بيوتنا بيوتكم عامرة بطاعته وبذكره وبالعمل بالكتاب وسنة نبيه، وأن يبارك لنا ولكم في حياتنا وفي أزواجنا وفي أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.